على البارح وغادي يتشافوا، وانا اللي بغيتكم يعني ماشي غير دابا، بغيتكم تبعوا ديك المرات لحد ولاد فرج وتصوروها فين عايشه، وتصوروا دوك الوليدات فين عايشين وكيفاش عايشين، راه الحاله ديالهم لا يرثى لها مساكن، فهمتوني ولا لا؟ الاعتقال ديال الاب ديالهم تم الاعتقال، راه هو معتقل، ولكن انا بغيتكم يعني كما كديروا هكا وكتجريوا الخبر وهذا، نقلوا داك الخبر ديال هاد السيده كيفاش كتعيش، وبغينا دوك الوليدات يمشوا لواحد الخيريه ويقراوا ويتعلموا ونشوفهم اجيال قدامنا زوينين، ما بغيناش فهمتيني ولا لا؟ انت طالعتي على الحاله ديالهم الصحيه؟ انا دخلت شفتهم الحمد لله، الحمد لله كان استقرار ديال الحاله ديالهم، كاين استقرار الحمد لله، البنيه هضرات، داروا لهم الاسعافات الحمد لله، البنيه كتهضر، الوليد كيهضر، الوليد الصغير اللي باقي الحاله ديالو ولكن مستقر الحمد لله. الاسباب كامل مور هادشي كامل علاش؟ والاسباب ربما يعني الاسباب غيكون فيها بحث مع الاب ديالهم، علاش شنو السبب اللي غادي تفر غادي يخليه حتى انه يعطي الوليدات هذا، راه الحاله باينه، راه حاله ديال الفقر. اصلا الفقر هو اللي دفع به هذا الشيء كامل، حاولوا راه الفقر اللي دار هذا الشيء، وحتى الفقر عندنا في الادارات وفي هذا اللي كيجي بنادم مبهدل وخانز وهذا ما كيقبلوش. سبق لك ذكرتي انك كلينيك في الجديده ما قبلوهمش. اي ما قبلوهمش في الجديده بصفه نهائيه، كنقولها ونعاود نقولها، علاش؟ وليدات صغار 8 سنين 6 سنين 4 سنين، علاش؟ واتصلوا الناس في الخفاء لا ذكرى لهم من جديده، وقالوا لنا باللي ما قبلوش، باللي شافوا الانترفيو ديالنا في المصحه ديال محمد الخامس، قالوا لنا ديهم الكلينيك وحنا مستعدين، فهمتيني؟ ما قبلوهمش لينا في الكلينيكات، وكذبوا، قال لك حقا التيو اللي غادي نديروا به ما كاينش، باللي جيت هنا ها هو التيو ما وصلوش هذاك الغوسكوب اللي. كاين اشعارات جانبيه للاطفال في هذا الوقت دابا فاش دخلتي الشوم؟ لا الحمد لله، كاين واحد الفرق كبير ما بين البارح واليوم، البارح جاهم غايبين في لومبيلونس، راه انا اللي جيت معاهم في لومبيلونس، انا وهذوك الجارات ديالها، منهم واحد السيده راك شفتيها، المهم راكم شفتوا السيده اللي هضرت معكم جارتها، واحد السيده اخرى مسكينه راه مشات لدارها، واللي انني اللي انا فرحانه لي ام الوليدات اللي ما شفتهم راه ولاو لاباس اليوم، ما تبقى قوموا بنتوما الله يرحم لكم الوالدين.